خلال شهر رمضان تقام صلاة عشاء خاصة، تسمى التراويح في المساجد وقاعات الصلاة في جميع أنحاء البلاد. تؤدي هذه الصلوات بالإضافة إلى الصلوات الخمس اليومية، وهي جزء مهم من الأنشطة الروحية خلال الشهر الكريم. تشتهر أندونيسيا ببازارات الطعام المسائية المعروفة باسم بازار مالام، هي سمة شهيرة في رمضان في أندونيسيا. تمتلئ هذه الأسواق الصاخبة بالأطعمة التقليدية اللذيذة والوجبات الخفيفة ليستمتع بها الناس عند الإفطار. في أندونيسيا هناك العديد من التقاليد الإقليمية والثقافية التي يتم ملاحظتها خلال شهر رمضان. على سبيل المثال، في جافا يؤدي العديد من الأشخاص طقوس بادوسان، والتي تتضمن الاستحمام في بركة أو نهر لتطهير أنفسهم قبل بداية شهر الصيام. تقليد آخر حيث يتجمع الناس في مجموعات ويتجولون في منطقتهم أو قريتهم وهم يرددون التكبير الحمد لله ويعزفون على الطبول. في الختام، رمضان في أندونيسيا هو وقت التفكير الروحي والانضباط الذاتي والترابط المجتمعي. يتميز الشهر بالصيام والصلاة والصدقة ومجموعة من التقاليد الثقافية والإقليمية الفريدة. تأتي احتفالات عيد الفطر بنهاية سعيدة للشهر الكريم بالتجمعات العائلية والولائم وروح المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.